ويضيف حفظك الله يقول: ولا يقيم الحجة أي أحد، بل لا بد أن يقيمها العالم، وليس كل عالم، بل لا بد أن يصدقه الجاهل ويثق به، فهل هذه القيود صحيحة؟ إيش يقول؟ يقول: هناك من يقول إنه لا بد من قيام الحجة على عباد القبور، ولا يقيم قائمتنا الحجة ولله الحمد، قائمة منذ نزل القرآن وهي قائمة. نعم. يقول: ولا يقيم الحجة أي أحد، بل لا بد أن يقيمها العالم. يكفي القرآن يا أخي، يكفي القرآن، هو يقرأ القرآن وهو عربي يفهم معنى اللغة العربية، يفهم معنى الكفر، معنى الشرك، يفهم هذا. نعم. هي قائمة عليه الحجة ببلوغ القرآن، نعم، بلغته. نعم.